إن شاء الله النصر قادم وكل العقوبات لا تهددنا كل المخاوف لا تهددنا نحن أبناء الحسين نحن عشاق الحسين عشاق الشهادة بصوت عال نستقبل الجثمان الطاهر لبيك يا حسين 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 إخواني أول بوادر النصر بدأت إن شاء الله وإن شاء الله تولي أمريكا وأذناب أمريكا مهزومة خاسئة بصوت عال كلا كلا أمريكا كلا كلا أمريكا كلا كلا أمريكا كلا كلا شهدائي كربلاء مع أنصار الحسين عليه السلام مع أبي عبد الله الحسين يا علينا اللهم أنزل الظفر علينا اللهم اشف قلوب المؤمنين من أمريكا وأذناب أمريكا يا الله أذناب أمريكا كلا كلا تعطشا الأخ اللي الآن يباشر مصيبة الحسين كيف أن الإمام السجاد جمع تلك الآية